نظمت ولاية باتنا بمقر الولاية فعاليات عملية تسليم مفاتيح السكنات حصة 84 وحدة سكنية صيغة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ببركة، وهذا لفائدة العمال الأجراء. فالعاملات والعمال الأجراء هم شريحة واسعة من الشعب الجزائري، وأولتهم الدولة كل الاهتمام من خلال تقييد السكن للعامل الأجير سواء عن طريق الاقتناء أو عن طريق البناء. نرحب بالجميع وخاصة أصحاب الذين استفادوا من هذه السكنات. اليوم نقول لهم مرحبا بكم ومبروك عليكم هذه الحصة. الحقيقة أول ما أقول لكم شيء نشكر الفانبوس على مستوى بلدنا التي تدخل أي جهد في القيام بعملية إنجاز. وسلمت المفاتيح للمستفيدين وسط فرحة عارمة بعد طول انتظار للسكنات. بعد طول انتظار أتى الفرج إن شاء الله في هذا السكن من 2004 ونحن ننتظر حتى لحد الآن، لكن في الأخير تحصلنا على هذا السكن بحول الله وقدرته. نشكر السلطات المحلية على ما تفضلت به وأيضا مديرية السكن. نحن اليوم وصلنا إلى محطة توزيع المفاتيح، فنشكر إدارة الصندوق الوطني معادلة الخدمات الاجتماعية، ونشكر كذلك السلطات المحلية على رأس والي الولاية الذي قام بهذا الاستدعاء والاحتفاء بتوزيع المفاتيح على مستحقها. كم أنا سعيد بهذه المناسبة السعيدة في حياتنا التي طال انتظارها 17 سنة. وبالمناسبة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي زعيمنا وقائدنا المظفر، وأن يأتيه الله إلى أرض الوطن آمنا سالما غانما، وأن يشفيه ويشفي جميع المرضى. أهنئ إخواني المستفيدين من حصة 84 سكن بدائرة بركة. نشكر والي ولاية باتنا ومدير الخدمات الاجتماعية، يعني جاءت بعد صبر طويل، والحمد لله على كل حال. وبهذه الكلمات الرائعة اختتمت الفعاليات بصورة جماعية مع والي الولاية وبعض الحضور.